القلابة هو أهم القضايا الموجودة في مصر، زائدا مصر ستفتح سفارتها في سوريا، ولكن الأحداث القادمة إلى سوريا إذا وصلنا سنتطرق إلى سوريا. وصلنا إلى سوريا دكتور، في 2018 ضرب المطار وتم إسقاط طائرة إسرائيلية، في 2019 سوريا دكتور تكون أكلفة من يوم 2013. هذه السنة حاسمة في حياة سوريا، يعد لها من التآمر ما لا يعد لأحدا على الإطلاق، ويخاف على الرئيس بشار الأسد الله يحفظه اللي احنا نحبه، يخاف عليه من زلزال عجيب غريب تدخل فيه أطراف صديقة ومعادية اللي طاح به إلى الأبد. هل سيبقى في السلطة دكتور؟ لا. هل ستنتهي الأزمة السورية بال 2019؟ لا، بال 2023 24 25 ظهور الإمام فيكمل كل شيء. يعني ستبقى الأوضاع كما هي؟ أقوى، راحت أقوى هذه المرة. سوريا أقوى، قتل واغتيالات وذبح في الشوارع وتفجيرات في دمشق، وحل الدمار من جديد.